قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة إن التضخم وسعر الصرف والفائدة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة. وأوضحت في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتمكين القطاع الخاص لمواجهة التضخم. التضخم، سعر الصرف، سعر الفايدة أحد أهم أكبر التحديات أمام الدولة المصرية في ظل أزمة عالمية طاحنة تواجه الدولة المصرية يمكن على مدار السنتين الماضيتين. من وجهة نظري ان في فرصة كبيرة جدا امام الدولة المصرية، يمكن احنا اقتصاد من الاقتصاديات المتنوعة الموارد والتي لا تعتمد على مورد واحد في نوع من الايرادات، فبالتالي امامنا فرصة جيدة جدا. وخليني يمكن احب اوضح اهم الفرص الدولة المصرية تستطيع الاستفادة منها في الحد من هذه المشكلة، وفي نفس الوقت توفير السيولة وتخفيف الضغط على الجنيه المصري. الإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية، هذا البرنامج الذي له دور كبير في إرسال رسالة هامة كبيرة جدا للعالم، وهي التزام الدولة المصرية بتعهداتها في التخارج من النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص. ويمكن إحنا شايفين على مدار الشهور الماضية الكم الإعلانات من جانب الدولة المصرية من التخارج من مجموعة من الشركات والقطاعات.